بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعلمون ماذا يوجد في باطن الارض؟ انه الحديد. الله تبارك وتعالى ركز كتله الحديد في هذه الارض في مركزها. الذي خلق هذه الارض ووضع الحديد في مركزها هو الذي انزل القران وجعله يتالف من 114 سوره. عدد سور القرآن 114 ما هي السوره المركزيه اذا قسمنا 114 تقسيم اثنين ينتج العدد 57 هل تعلمون ما هي السوره رقم 57 في القرآن؟ شيء عجيب ايها الاحبه انها سوره الحديد بالله عليكم الا تشهد هذه الحقيقه على صدق كلام الله تبارك وتعالى؟